أكيد عم يكون في أسباب ممكن تكون من السائق أو من السيارة، والخسائر الاقتصادية بهالحالات عم تكون كبيرة، سواء من تكلفة أكيد إصلاح السيارة أو تكلفة علاج للأسف بالمستشفيات، أو لا سمح الله حتى عم يكون في حالات كتير من الوفيات. تماماً، وخليني أقول شغلة، ممكن تكون من الطرقات كمان أصلاً. صح. مو ممكن، بغالبية الحالات عم تكون من طرقاتنا يلي هي ما كتير مؤهلة. صح. للسلامة المرورية، وبتزداد الحوادث المرورية بشكل ملحوظ بفصل الشتاء بسبب العوامل الجوية. لهيك بفقرة اليوم رح نضوي على إجراءات وقائية وقواعد السلامة المرورية خلال فصل الشتاء مع الأستاذ أحمد جهاد نجيب، رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، على وعسى ناخذ فيها بعين الاعتبار. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك معنا. ويعني ان شاء الله الله يحمي الكل عن جد ويبعد عنا هي الحوادث، لانه للاسف عن جد كثير عم نسمع بالفترات الاخيره بهي الامور. خلينا نحكي تحديدا على فصل الشتاء، وشو هي المخاطر خلينا نقول اللي بتزيد مع فصل الشتاء. الله يعطيكم العافيه. بالنسبه لفصل الشتاء نحن يعني بنسميه فصل الظلام، لانه اولا النهار بيكون قليل والإنارة قليلة، بعكس فصل الصيف. فصل الصيف تحسي أنه دائما الناس منطلقة، يعني الحوادث بتكون مختلفة بين هدول الفصلين. فصل الشتاء الحوادث أغلبها من شغلتين: انعدام رؤية جزئي والانزلاق. يعني نحن إذا بدنا نحط هدول العنوانين فينا نعطي كل المشاكل تغطيها بفصل الشتاء. بالنسبة للصيف هو مثل ما قلت لك هو فصل الانطلاق، اغلبه بيكون حوادث السرعة. فبالنسبة لانعدام الرؤية الجزئي، عدة عوامل عم بتأدي لهالموضوع هذا. أول شغلة مثلا الضباب. ما عندنا إنارة للضباب بالنسبة للسيارات. صحيح. هلا بنرجع لموضوع كمان ما عم تكون مضواية، بنرجع لتفقد موضوع تفقد عتادة السيارة وأجهزة السيارة. اثنين، الإنارة الخارجية للشوارع. طيب ثلاثة، عنا بنكون ماشيين ورا سيارة، غالبا بيكون هدول السيارات ما لهم بسموها طراشة، فبيكون عم بيجي الوحل، الرزاز الوحل على البلور، على بلور السيارة. هلا هون في عنا مشكلة ببعتات السيارة، إذا كانت المساحة أو السائق ما بيعرف إنه لازم بهالحالة هي يخلي مساحته شغالة، لأنه الوحل بيكون طري لما بتجي عليه المساحة بيزيلها، أما لما بيستناها لتنشف أو للمؤقت يشتغل تاني مرة ما رح يستفيد، بصير بده يعمل بخاخ مي ليرجع، وهون باللحظة هي كمان في انعدام رؤية. عندنا موضوع السيارات اللي بتجي الشاحنة. أنا بأكد على هذا الموضوع، السيارات الصغيرة أو الخاصة الصغيرة لا تحاول تمشي أمام أو وراء شاحنة أو على جنب شاحنة، حاول بعد عنها، يعني حاول دائما بعد عنا، لانه انت سلامتك هو مو شايفك غالبا. صحيح. هو غالبا مو شايفك. هلا هون استاذي في مشكله كمان عم بتصير، انه للاسف بعض، ما رح نقول الكل اكيد، بعض سائقي الشاحنات كمان ما بيلتزموا بخط السير المخصص لهم. يعني احنا كلنا بنعرف انه في اكيد خط سير مخصص، وبيصير تحديدا على طرقات السفر اللي بيكون هي نوعا ما طرق سريعه عم يصير هي الحوادث، لانه للاسف ممكن تكون الشاحنه هي ماشيه على الخط تبع السيارات وبيصير في هي الحوادث ايضا. وبضيف لك اضافه انه هن مو بس لهم خط سير مخصص عم يتجاوزوا، في لهم وقت كمان عم بيكونوا بقلب العاصمه بقلب المدينه. صحيح. بوقت مخالف لهذا الموضوع. نجي للموضوع الثاني اللي هو كمان سبب جوهري بالشتاء، هو موضوع الانزلاق. طب هذا الانزلاق اللي عم يسبب الحوادث شو مصدره؟ مصدرين اساسيين: عدم تفقد العجلات، وطبعا اليوم الناس عم بتقول لك انه الكلفه الباهظه لتبديل العجلات كل فتره، طب يعني الروح كمان كلفتها باهظه، يعني ارواح الناس اللي عم تطلع معك كمان كلفتها باهظه، انه انا ما بدي بدل عجلاتي الممسوحه. بدك تنتبهي لموضوع انه اليوم كل خط عجله مرسوم على العجله بيتناسب مع فصل وبيتناسب مع وضع. تمام. هذا الناحيه الثانيه اللي بنقولها، انه لما هدول العجلات ما تفقدناهم، كمان في نقطة تانية، أنا ما تفقدت جاهزية السيارة. كمان الفرامل، المياه، الزيت، هذا الموضوع بيسبب حوادث. يعني بدي أقول لك بديهية، يعني
كان فينا يتجاوزها بشكل بسيط جدا، تكلفة بسيطة يعني. أقلها ما بدك تبدل، ما تمشي على الطريق سليبي أو فيه انزلاقات وأنت مأسرع. نعم. ليش عم تأسرع والمطر مبخبخة شوي؟ هي أول مطرة غدارة بيقولوا ببلدنا. نعم. فبشوف أنا أنه عم يسوق ومستعجل ولازق بالسيارة اللي قدامه، مو تارك مسافة أمان، وبالنهاية كمان عم يضرب فرام، صار في حادث. حقول شغلة، قديش بتقيم وحضرتك رئيس لجنة السلامة المرورية، قديش بتقيم ثقافة الشعب السوري فيما يتعلق بالسلامة المرورية واحترام المرور إن كان هو سائق أو مشاة؟ إذا بدنا نحكي بواقع، واقع أكيد بال20%، ما يعني ما تتجاوز، لا 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 ما تتجاوز هذا الموضوع. والدليل طبعا في اسباب، نحن ما بنعزي انه هذا، يعني انا مو اليوم ما عندي ثقافه معناتها انا متعمد انه انا ما اتثقف، لا في اكيد في شغلات، في عوامل عم بتساعد على هذا الموضوع. مثلا السيارات اليوم الجديده كلها جاي، خليني اقول لك انه التكنولوجيا اللي فيها جاي لا تشيل انتباهك، يعني ما تخليك مركز 100%، يعني هي عم بتساعدك، هي عم بتريحك. المشكله انه نحن حتى التكنولوجيا اللي جايه لعنا تمام، يعني ما عم نستفيد منها أو عم نستخدمها بطريقة مغايرة لاستخدامها الطبيعي. يعني أنا بكون رايح على اليسار، بعضي غماز على اليمين. طب أنا شو بعرفني أنت كتير. أنا شو بعرفني أنت شو عم بتفكر؟ أو في شغلة تانية، معلش خليني فضي أهري. فضل. الموتورات مو منطقية، البسكليتات أوكي، نحن مع نشجع الدراجة الهوائية، مع نشجع الموتورات كونه ما في بنزين، موتورجل او موتوسيكل وات ايفر، بس مو مع انه انت عم تسوق بسكليت فجاه يخطر لك لا لازم اطلع منعطف يسار، فبطلع صحيح. بالعرض بالشارع. قديش عم تواجهوا هيك حالات؟ اكيد الحالات هي اللي عم تسبب الحوادث، الموتورات يعني اخر فتره صار في حمله عليهم يعني. بس خليني انا ارجع للنقطه الاولى بموضوع الدراجات الاليه. الدراجات الاليه اليوم عم تستخدم اضواء مبهره مع مواشير، يعني هو الضوء اللي حاطه مو بنجكتور عادي، ضوء في عدسات، كشاف ملعب، عدسات موشور عم يضخم الضوء ويبعته للامام. كنا عم نحكي على موضوع الاناره. طيب اناره الشوارع، فهمنا انه ممكن الناس اليوم بالاحتفالات او بالاحزان يعني يطلقوا عيارات ناريه. اليوم الدولة عم تتكلف لتحط إنارة شوارع عن طريق الطاقة الشمسية، عم تنزل الطلقة هاي عم تفوت بقلب لوح الطاقة الشمسية عم بتعطله، بدل ما نحن نتوجه لغير شارع غير منار عم نجي نصلح هذا الشارع ويمكن ما في إمكانيات. الناحية الثانية موضوع الحفر اللي عم نشوف المي، يعني عدم الرؤية ما بيجي من عبث. اليوم مثلا بكون في جورة عميقة أو مؤذية يعني تحت مية المطر، خبت الجورة إما ما يعني ما أزلنا الجورة سابقا بفصل الخريف أو الصيف، أو كان في انسداد بالمجاري. المهم أدى إلى تحفر، أدى لهذا الموضوع. بدي فيدك فائدة إنه اليوم الحصى بيكون لها زوايا حادة، لكن لما بيجي عليها الرمل والغبرة تمام ممكن انت تمروا عليها بسلام. لما بينزل المطر هذا المطر بيسحب التراب، فصفينا نحن بمواجهة مع هالحفرة بكافة أخطارها. اذا انا ما لي شايفها حقيقة. عرفت شلون؟ هلا بموضوع الميتورات كمان، يعني غير الميتورات، السيارات اليوم عم بيركبوا اضواء بسموها زينون، اضواء زينون كشافه. الحقيقه مثل ما قلت لك انه التكنولوجيا اجت لتريحنا. الزينون اللي برا موجود زينون موجه للاسفل، اذا هو زينون مخصص للسيارات. الزينون اللي عم يستوردوه التجار هو زينون كشاف، يعني انا بحطه بقوم بيكشف المنطقه كلها. فاذا انا لما بكون جاي من الخط المقابل الي انا عميته، ما عاد صار عنده عمى جزئي، ما عاد يشوف. طب هون استاذي وين خلينا نقول الملاحقه لهدول الاشخاص؟ يعني احنا اليوم مفروض يكون في قوانين لهدول الاشخاص اللي هن
عم يركبوا هي الإضاءة، عم يعدلوا هي السيارات أو حتى الموتورات بهي الطريقة، هدول الأشخاص ما لازم يتخالفوا، ما لازم يتم إزالتها؟ إذا حسننا نعرفهم، أما إذا ما حسننا نعرفهم مين؟ يعني اليوم أنت ما فيك تتابعي. إذا شرطي موجود بالطريق وشاف هيك سيارة ما بيقدر يوقفها يخالفها؟ لأنه الفكرة كيف هي موضوع إعلامي. اليوم أنا لما بدي أنشر على موضوع الإنارة لازم أوضح شو هو الجهاز اللي لازم يركب على سيارتك، مو تركب أي جهاز. المشكلة إنه اليوم كله عم يشتري شيء ما بيعرف له شو. يعني هذا اللي عم يركب الإنارة اللي فيها عدسات عم يركبها مشان يكشف. طب أنت شو بدك تكشف يعني؟ شو اللي بدك؟ شو بدك شو بدك تشوف لأمامك أنت؟ تمام. هلا هون بموضوع حكينا على موضوع إنه تبعد عن السيارات الشاحنة اللي أمامها أو خلفها. بالأوتوسترادات عنا تجربة كتير جميلة جدا صارت، هي موضوع نزول التناية اللي هي كانت أخطر منطقة بالحوادث. صحيح. رفعوا المنصف وحطوا بطريقة زاوية مدروسة بين كل مسافة بين عاكسين، في كان حدايد كمان عواكس محطوطين بزاوية، أنا من بعد مثلا من بعد 20 متر أنا بشوفهم متصلين عم يعكسوري الضوء، عم ينيروا الشارع من اضواء سيارتي بس بدون ما ياذوني. يعني العاكس انا شايف المنصف تماما بس ماني شايف الاناره تبع الطرف الثاني اللي ممكن يعميلي البصر جزئيا. طيب هي على مسافه كيلومتر في شوارع الجمهوريه العربيه السوريه، فبدنا تتعمم الى كل شوارعنا. هلا بدنا نحكي عن نشاط الجمعيه القادم ونحكي شو عم تحضروا ومبادرات جديده قبل ما ينتهي اللقاء، ولكن انا بدي اقول شغله. بتحسي يا رنا نحن طالعين لنسوق بشوارعنا؟ طالعين مقاصة؟ طالعين انه كسرت عينه ما خليته يدوبلني، شو بده يغمز لي؟ بده ها يلا بمشي على مهلي. طب بلكي معه اسعاف اللي وراك. والله انا احيانا بكون عم سوق بتلاقي اللي وراي مستعجل، تفضل مروق، ما انكسر على انفي. يعني بالنهايه ما اهينت كرامتي بهرم ماسلو وتحقيق ذاتي، ما كثير تاثر بهذا النهار، بدها إعادة دراية وتثقيف. شو عم نحضر بجمعيتنا؟ عم ندرس بصراحة مشروع، طبعاً بده موافقات كثيرة، إنه الجمعية والمتطوعين بالجمعية نعمل حملة تبرع بالدم لضحايا حوادث المرور، بحيث إنه يكون في حيز ببنك الدم للجمعية إذا حدا محتاج دم ما يتلبك يكون موجود. وهذا الدم نحن عم نقدمه مجانا، يعني تطوع من افراد الجمعيه. هي يعني كناحيه انسانيه عم نساويها، بالاضافه لموضوع التوعيه ونشاطاتنا بالمدارس. يعني ما فينا نوقف عن التوعيه. اكيد انت سالتني انه قديش النسبه، نحن نسعى انه تنتشر وانه تزيد، بس يعني دائما في عندك الجيل الصاعد هذا بدك تطلع بتلاحقه. وفي عندنا للاسف صار اولويات اللي عم يركض لها المواطن بيومه هي عم تاخده من هي الامور. ما عم نحسن نقتطع وقت منه لحتى نعطيه الشيء الجديد او الشيء المفيد له، خاصه قانون السير. يعني اليوم قانون السير كافي ووافي، بس ما بدك الناس اللي عم بتتابعه، بدنا كمان تطبيقه على ارض الواقع. أكيد. يعني بنتمنى هيك اكيد من خلال هاي الفقره ومن خلال اكيد نشاطكم الدائم بهذا الموضوع انه فعلا يكون في اهتمام بموضوع الطرقات، بموضوع الاناره، بموضوع كل شيء بخص السلامه المروريه. وكمان اكيد يمكن نداء لكل الناس اللي هلا عم يحضرونا انه انتم كمان انتبهوا، ديروا بالكم على حالكم، على ارواحكم وعلى ارواح الناس التانية اللي بيكونوا معكم او مقابلكم. شكرا كثير. طبعا نحن بنحكي بواقعيه، ما حدا يزعل منا. لا واقع، بالعكس الواقع ما بيزعل، عم نحكي وننقد انفسنا قبل ما ننقد حدا حتى نطور ذاتنا. ومثل ما قالت رنا بدي اضيف شغله، لازم قانون السير يطبق مو بس على السائقين، على المشاة. انت كيف عم تقطع باوتوستراد مثلا غير من ممر المشاة؟ كيف عم تلبكه لهذا السائق؟ وبالاخير بيصير الحق على السائق مو الحق على الراجل. شكرا لوجودك معنا، موفقين بمهامكم. اهلا وسهلا فيك معنا.